السلام عليكم. هند الشاهد، رئيسة جمعية أصدقاء مرضى السرطان. اليوم وحنا على مشارف اختتام اليوم التحسيسي في المحطة الخامسة من القافلة الطبية اللي كتنظمها الجمعية ديالنا بشراكة مع مندوبية الصحة والرعاية الاجتماعية أكادير إيدا وسنان. اليوم كان يوم ناجح بكل المقاييس الحمد لله. كان توافد ديال النساء من مختلف النقاط اللي في تغازوت أو القريبة منها، كان يوم ناجح الحمد لله. استفدت تقريبا 60 سيدة من هذه الحملة التحسيسية. تخلل ذلك أيضا واحد التدخل اللي دارته الطبيبة المشرفة على هذه الحملة، اللي أعطت بعض النصائح للسيدات وكيفية الكشف الذاتي على التدي ديالهم اللي كيكون بصفة شهرية. هذا طبعا هو الهدف من هذه الحملة، هو أن النساء يعرفوا كيفاش يتحسوا التدي ديالهم ويتعرفوا على الجسد ديالهم، باش إلا كانت شي حاجة جديدة على جسم ديالهم يعرفوها. كنتقدم الشكر الجزيل لكاع اللي ساهم من قريب أو من بعيد في نجاح هذه الحملة. كنتقدم الشكر الجزيل للطاقم الطبي والصحي اللي أشرف على هذه المهمة، وكذلك كنتقدم بالشكر للجسم الإعلامي الحاضر معنا والسلطات المحلية اللي ساندتنا، وكذلك للجماعة جماعة تغازوت في شخص السيد محمد وهريس رئيس الجماعة. وشكرا جزيلا.